احنا جبل المخيلة عارفين منطقة عسكرية عارفينها بقى كل شيء، بقينا مضرينا باش نطبوا الجبل. الناس عايشة بالجبل هذه كلها عنزين، هذه كلها عنزين يتصرفوا كان هنا، هذا مورد الرزق نتاعهم. الطريقة كي تشوفي حالتك كيفاش، من يدرك من الكدروني من غادي تشوفي كيفاش، حالتنا تعبة على الأخر على الأخر، هذه كلها عنزين تشوفي، هذه كلها عنزين هذه كلها عنزين، هذه كلها عنزين تشوفي العباد. كنا نتصرفوا بالنقطة هذه، لك هو من قلة الواحد اللي عنده 20 متر ليه بس 15 متر. ما خلت حتى شيء وما خلت عليها موت بالشعب. العباد ما عندهاش. راهو عارف هو الجبل الملغم، لكن الظل باش يدوب الجبل. راهو شي سلاح بيهم. حاس يوم يسرى باش يمشي في الجبل، كي يمشي هكاك بقى مظلومة، راهي الملغم في رجلي. الطريق واعر، الطريق واعر، شوف فيه شوي، الطريق واعر شوف لي كيفاش. احنا من لحظة هذيك ونحن في الجبل، نحو في البرود ونحو في الكليل ونحو في شوية حطب باش نعيشوا نحن. حتى نمشي ونشكو ما نلقاش الحق، ديما ديما هذيك هي ديما استنى 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 ما تعمل حتى شيء، تبدا تزيد عايشين عايشين بالهنا، ريتو بالقدرة، باش في الجبل. ما خدمش في الجبل ما يلقاش، في الفلاح يخدم نهار ب 15000، ما توصلش ليك، الان ما توصلش ليك، اعطيني واحد واش وين واش يوصل، تعب، تصور نعيش وما ريت لي واحد، لا مش ريت لي نحن سمعناها اللغم من 11، نايل على فين في دار يا ذي؟ نمشوا لدار، 11، 11 خرجنا جبنا منه، وبعدش خرجنا منه تصور ثم اللي ولدها على طهرها، خرجنا للمخابر هذيك باش جبناه عملوا ليه صلاليت هكايا. وحتى هو كل مرة يهز واحد زاد عرفت ليه العباد باش نهزوا فيه بالمرحلة بالمرحلة وصلنا مع قرابيط ثلاثة معناها ريت يصاب بالتو ثم مش نشرب الماء انا تشوفوا في حالتي تو وصلت درجة مش نشرب الماء انا تو علاش هكا كان جا ثم كياس الكرامة بريتو وين دخلوا دخلوا الكياس ما بوش كيفين يدخلوا ورا صفحة منا وخرجوا من صلاة نية خرجوا الدربو جاوبيني انت لو جات ثم مواصلات باش توصل راهو وصلوا راهو كما نقولوا فيها راهو في السبيطار وراهو مروا واضح.